أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. الحزن فاكهة الشعراء. الشاعر الذي يحمل وطنه حقيبة على كتفه لا يمكن له أن ينسى أو يتناسى يوما ما الوطن الذي يبقى حاضرا في وجدانه، في قصائده، في بيانه، وكذلك في ألحان أحزانه. عن الحزن السوري مجددا، عن الحزن العروبي، عن حزن الأمة مجتمعة والأمل في قادم أفضل، ستكون هذه الحلقة التي نستضيف من خلالها عبر الإنترنت الشاعر السوري الأستاذ علي أحمد الحسين. حيا الله أستاذ علي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله أستاذنا، بارك الله فيكم وشكرا لأنكم منحتموني هذه الفرصة الرائعة. نحن سعداء جدا بتشريفك أستاذ علي. الحزن فاكهة الشعراء أستاذ علي، خصوصا إذا ما أجبر هذا الشاعر على ترك وطنه وأن يعيش مهجرا، رأيك في المسألة؟ أستاذنا، في الحقيقة أنتم تعرفون ما يحصل الآن في بلدي سوريا، نعم، وتعرفون أن بسبب الحرب اضطر الكثير من السوريين إلى ترك بلدهم، إلى ترك عوائلهم والهجرة إلى الخارج، نعم، مجبرين لا مريدين. نعم، وأنا طبعا وعائلتي من بين الكثير من السوريين، اضطررنا إلى المغادرة بسبب الوضع السياسي السيء والوضع الوضع الأمني. نعم، طبعا الحي الذي كنا نسكن فيه، حي التضامن الدمشقي، إذا نعم، تعرفونه، حي التضامن الدمشقي، أنا من سكان هذا الحي، أنا وعائلتي. الحي دمر عن بكرة أبيه. يا الله، نعم، حي التضامن، ذلك الحي الشاهد على المجزرة الشهيرة، المجزرة التي أندلها جبين الإنسانية، والشاعر نعم، رسول الإنسانية ومحامي الناس والمنافح عن معاناتهم والمكافح عنهم في سبيل شروق شمس ينتظرونها ويستحقونها. عن الشعر في وجدان الشاعر حينما يكون هذا الشعر متنفساً وباب مهرب للشاعر، حدثنا عن الشعر الذي تهرب من واقعك إليه يا علي. أستاذنا، في الحقيقة الشعر بالنسبة لي ليس مجرد هواية فقط، نعم، إنما هو كما تفضلت حضرتك هو متنفس لي، ألجأ إليه أحيانا عندما أشعر بالضيق الشديد. نعم، أكون مثلا على سبيل المثال أكون جالسا في الغرفة وحيدا، أنظر إلى زاوية معينة في الغرفة، يا سلام، أمسك مثلا القلم، أمسك طبعا في عصرنا هذا أصبح الهاتف هو وسيلتنا الوحيدة للكتابة، أمسك الهاتف وأكتب ما تيسر لي من الأبيات. ترى فيها هروبا من واقعك. نعم، نعم، هكذا بالضبط. لكن أحيانا يكون المنتج الشعري أقل من أن يعبر عن مأساة الواقع الذي نعيشه، وأحيانا ينجح شعراء بالتعبير عن مآسيهم وأحزانهم وأوجاعهم حينما يخلدونها في أبيات شعرية. عن فكرة الحزن، هل الحزن قرين الشاعر أينما حل وحيثما ذهب يا علي؟ بالنسبة لي وعلى صعيدي الشخصي، نعم، نعم، أرى الحزن منادما للشاعر، ملازما له في كل وقت. أعطنا قصيدة تكون عيد بداية هذه الحلقة يا أستاذ علي، إلى أولى القصائد التي تود قراءتها علينا وكلنا شوق، تفضل، لك المنبر يا علي. القصيدة الأولى طبعا تقع في على البحر الوافر، هي نعم، رويها القاف. دعنا نسمع. لروح الشعر في سطري شهيق، ويلمع فيه من نجمي بريق، أنا الجسد الممزق في سطور، تردد في المدى دمك الطريق، أنا الآهات تكتبني الليالي، حروفا خطها
حزن عميق. حاول أن توزع نظراتك ما بين الورقة وما بيننا يا علي، لا تكن بخيلا، تفضل لك أن تكمل. نعم. وتصنع من لظى قلبي لحونا، فيثمر ذلك الجرح العتيق ايه على صفحات عمري كل شلو من الأحلام رمده الحريق. أنا المنساب من غيم الأماني، قصيدا صاغه قلم أنيق. أنا صرخات من بذلوا المعاني فداء، فانتشت طربا عروق، وأثمرت السطور الخير جما، فذي نعم الشهادة يا رفيق. وأثمرت السطور الخير وفرا، فذي نعم الشهادة يا رفيق. كل قصيدة لفضفوك ولا عشا شانئوك أستاذ علي، يقال إن كل قصيدة تخبئ خلف كواليسها حكاية، لك أن تطلعنا على هذه الحكاية إن أردت، تفضل. طبعا أستاذنا، الحكاية باختصار، وهي طبعا تطغى على عموم ما كتبت إلى الآن. نعم طبعا هنا أجلس في هذه الغرفة، كما قلت، كما أسلفت، أجلس هنا في الغرفة وحيدا، أشعر بالضيق الشديد، بالملل. لا شك أن الغربة لها التأثير الأكبر علي. أحيانا يخطر ببالي فكرة معينة، وخطرت ببالي فكرة هذه الأبيات، فما كان مني إلا أن أمسكت الهاتف وبدأت الكتابة. قد يرى اللاجئ يعني ذاته سجينة يا علي، قد يرى اللاجئ ذاته نفسه روحه سجينة، لكن عليه أن يحررها من هذه القيود. نعم، ألا تحاول على الأقل أن تحرر روحك من قيودها؟ قد يقول قائل ويسأل سائل. نعم، نعم أستاذنا، يعني لطالما حاولت أن أخرج من هذا الجو القاتم، لطالما حاولت أن أنسى أنني في بلاد الغربة، وأن أحاول أن أتأقلم مع هذه الغربة، لكن يعني هذا الشعور المغترب، إحساس المغترب، هذا صعب أن ينسى بهذه السهولة. أنت متشائم ومحبط يا علي، قد يقول قائل، ماذا ترد عليه؟ نعم، ربما يعني أنت ربما تعترف بأنك رجل متشائم. يا رجل تفاءلوا بالخير تجدوه، وقد صح نعم هذا الأثر، ابتسم قليلا. نعم، يقول: دعني أستحضر هنا قولا للشاعر حسن المرواني، ولعلك تعرف القصيدة التي كتبها أنا وليلى، إذ يقول: أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة، علي أخبي عن الناس احتضاراتي، يا سلام، علي أخبي عن الناس لا الناس احتضاراتي. تعرف، لا الناس تعرف ما أمري فتعذرني، ولا سبيل لديهم في مواساتي. يرسو بجفني حرمان يمص دمي، ويستبيح إذا شاء ابتساماتي. معذورة أنت إن أجهضت لي أملي، لا الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي. يا سلام يا سلام، استحضار جميل وإلقاء أجمل يا أستاذ علي، أحسنت أحسنت. حدثني عن ملازمتك للشعر، هل الشعر ترى أنه صديق وفي أم أنه صديق يخذلك كثيرا؟ الشعر بالنسبة لي أستاذنا هو صديق، لكن قد لا يصل بالنسبة لي إلى مرحلة الوفاء، إلى مرتبة الصديق الوفي، لكنه لم لأنه ينحدر بك إلى مرحلة أو إلى منزلة الخذلان، أو أنه الصراحة يقف في منطقة بين هذه وتلك على الأعراف مثلا. بصراحة أستاذنا، الشعر قد يخذل صاحبه، حتى لو كان صاحب القلم واثقا من خطى قلمه. يا سلام، نعم، الشعر قد يخذل، وكيف يمكن للشاعر أن لا يخذل؟ وكيف يمكن للشعر أن لا يخذل؟ ما المطلوب حتى ينصرك الشعر؟ أن تكون صاحب قضية مثلا. نعم،
أن أكون صاحب قضية، أن مثلا أن أحاول، أنا بالنسبة لي أن أحاول من خلال كتاباتي أن أنمي علاقة، أن أوطد علاقتي بالشعر، يا سلام، أن أمتن العلاقة بيني وبين الشعر من خلال البحث عن دائما عن كل جديد. البحث عن كل جديد يا علي لا يحتاج إلى حرية، إلى مساحات واسعة وشاسعة تتجاوز حدود الغرفة التي يمكن للشعر أن يحبس فيها ذاته؟ نعم، ربما تختلف معي الآن أو تؤيدني، لست أدري. لا، هو بصريح العبارة، دائما أحاول أن أبحث عن ما هو عن كل ما هو جديد بالنسبة لأفكار قصائدي، يا سلام، لكنني وللأسف أعود وأدور وأقع في نفس الدائرة، دائرة الحزن والتشاؤم. لا أدري لماذا، لم أستطع إلى الآن أن أخرج من هذه الدائرة. ليس كتبت عيبا أن يقع الشاعر في دائرة الحزن يا علي، ولكن العيب أن يستسلم إلى تشاؤمه وأوجاعه. ومن الجميل أن يملح هذه القصائد بخواتيم من الأمل، لا أن يختم قصائده ويبدأها بالحزن دون أن يجعل للفرح سبيلا في سطوره وحكم التغلب على مقوله. إلى قصيدة جديدة يا علي، وعسى أن تكون ذات بهجة وفيها من الحدائق الغناء ما فيها، أو ربما فيها من الألم. خذنا إلى ما تحب وتشتهي. نعم، القصيدة الثانية من البحر البسيط، تفضل. هي بعنوان أفض حميمك. هي الرسالة، طبعا اسمح لي أن أوضح أستاذنا، هي رسالة إلى الوحي الشعري. جميل. أسميته طبعا، ربما الاسم غريب، أسميته شعريل. نعم، ولماذا شعرين؟ هكذا اسم، يعني اسم لا على التعيين خطر ببالي. خذنا إلى شعرينك يا علي، تفضل، لا بأس. نعم، أقول: أفض حميمك، أفض حميمك، أشعل في المدى غضبا، واجعل ضلوعي على صدر النوى حطبا. يا سلام، تنطعنكم، أعد من جديد يا علي. أفض حميمك، أشعل في المدى غضبا، واجعل ضلوعي على صدر النوى حطبا. كم طعنة زدتني يا رمح قافية، فأججت من دياجير الردى لهبا. يا لوعة الحرف، يا لوعة الحرف، تجتاح الصخور كما من غضبة اليم مار الموج واضطرب. يا سلام، فأبحرت سفني في الشعر واتخذت سبيلها في حنايا خافقي سربا. قد سلت من شفة الأيام أغنية تطرز الحزن في ألحانها ذهبا. لا يبرأ الجرح ما لم يعتبق بندا، من أعذب القول أضحى دونه كذبا. فابسط لي الكف يا شعريل، إن بها من نور وحيك خيرا فاض ما نضبا. فابسط لي الكف يا شعريل، إن بها من نور وحيك خيرا فاض ما نضبا. على ما يبدو أن نور هذا الكف وجمال هذه السطور لن ينضب ما زال شعريل رفيقا لك يا أستاذ علي. على أي حال، سنواصل هذا الجمال المتدفق من اللغة المهذبة والطيبة وهذه الأفكار الهادئة مع الشاعر علي الحسين، ولكن لابد نخرج إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نواصل. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وما زلنا مستمرين معكم، وهذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من مدينة غازي عنتاب بتركيا الشاعر علي الحسين. من جديد سيد علي، أهلا وسهلا بك.
عن الشعر وما تريده منه. سؤال مباشر وصريح، ما الذي تريده من الشعر يا علي؟ أريد من الشعر أستاذنا أن يكون متنفسي الصادق الصدوق. أريد من الشعر أن يكون ملجئي الوحيد. يا سلام. أريد من الشعر أن يكون وطني الذي ألجأ إليه في غربتي هذه. عظيم، ذكرتني ببيت شهير للمتنبي من قصيدته النونية المضمومة التي يقول فيها: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، وهي القصيدة الشهيرة التي قال فيها أيضا: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح أو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يا مرحبا بالأستاذ علي من جديد. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة ما يجب أن يظل من بعد الشاعر، هذا الأثر الطيب، انطلاقا من القول الشعري الذي شاع وانتشر ويقول فيه صاحبه: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقي الدهر أو ويفني الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. عن هذه الفكرة أن نكتب ما ينفعنا لا ما يسجل علينا، ما يكون لنا لا ما يكون علينا، كلمنا عن هذه الفكرة أستاذ علي. نعم أستاذنا، بالنسبة لهذا الموضوع، هذا الموضوع كيف أستطيع أن أشرحه لكم؟ بالتأكيد على الشاعر الفذ الحاذق صاحب القلم المتمكن أن يكتب ما يذكر الناس به بخير. يا سلام. نعم، وماذا أيضا؟ على الشاعر أن يكتب دون أن ينسى أو أن يراقب الله في كلماته. يا سلام نعم، يا سلام، أن يراقب الله في كلماته في أبياته، لأنه للأسف ألاحظ كثير من النماذج على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام يكتبون من الشعر كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا موجود. إلى للأسف ببعض النماذج وصل الأمر ببعضهم إلى حد التطاول على الذات الإلهية. والعياذ بالله. نعم، وللأسف أنا يعني شاهدت الكثير من هذه النماذج، وكان واحد منهم صديقا لي على الفيسبوك. بدون ذكر أسماء، لا داعي لذكر الأسماء. نعم. لكن أنت باختصار تقول: اكتب ما ينفعك دنيا وآخرة، واجتنب ما يوغر صدور العامة فيجعلهم يحملون عليك أو عنك أفكارا سيئة ربما تدون في صحيفتك كأعمال سوء والعياذ بالله، فلا تخرج منها إلا بسيء القول وسيء العمل، وبالتالي تضاعف سيئاتك لا حسناتك. أحسنت أستاذ علي بهذا التوضيح. وما من كاتب إلا سيبلى ويفني الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إلى قصيدة جديدة أستاذ علي، تفضل سمعنا. نعم. جديد. أعود إلى البحر البسيط لأنه البحر فضل. الأقرب إلى قلبي. تفضل. أقول: لملم جراحك وانثر في المدى ألقا، واغزل من الشمس خيطا يشعل الأفق، وازرع حروفك في صدر الثرى وطنا يشتاق غيث ضياء سلسلا غدقا. يا سلام. على صراط المنايا سرت ذا جلد، والفجر من كفك الحمراء قد برقا، كم طعنة من رماح الغدر قد نفذت لعمق صدرك
حتى أضرمت حنقا فاقطف من الليل ضوء النجم واشف به ما كان فيك مدى الأيام منفتقا إيه. للم جراحك وارسم بالدماء على وجه الزمان قلوبا تعرف الطرق تلك القلوب لغير الدار ما نبضت يا سلام، إن شفها الوجد ترقى بالوفا طبقا تبقى على العهد ما طال الزمان بها فكل ما كان للأوطان قد صدق عظيم تبقى على عظيم عظيم. أعد البيت. تبقى على العهد ما طال الزمان بها فكل ما كان للأوطان قد صدق تبقى على العهد والأيام شاهدة فلا تخونك إلا موتها سبق ولا لغربتها الحمقاء من أثر فإن للدار في طياتها عبق يا سلام، ولا لغربتها الحمقاء من أثر فإن للدار في طياتها عبق. يا سلام يا سلام، ما أجملك أستاذ علي. ربما هذه القصيدة تأخذنا إلى سؤال مختلف، الحنين إلى الأرض، الحنين إلى الإنسان، الحنين إلى الذكريات، كلها أشكال مختلفة من أشكال الحنين، ربما تعتمل مجتمعة في نفس الشاعر وفي حس الإنسان المهجر، ولا تتركه إلا وهو مطلع إلى تلك الذكريات وتلك الأماكن التي لا يمكن نسيانها. عن هذا الحنين حدثنا قليلا. نعم، كيف أستطيع أن هو أوصف؟ سؤال صعب أم قاس عليك؟ هو بصراحة سؤال صعب وقاس للأسف، لكن سأحاول الإجابة عنه باختصار شديد. تفضل. نحن الآن على باب 10 سنوات من الغربة. يا نعم، الله، أنا وعائلتي على باب 10 سنوات من الغربة، ولا شك أن هذا الأمر ترك أثره الكبير في نفسي كعلي نعم، وكالشاعر مثلا علي. نعم، عن هذا الموضوع أكتب ما تيسر لي من الأبيات. ربما لا تستطيع هذه الكلمات التي كتبتها أن تصف حجم المأساة التي يعيشها بلدي نعم وحجم المأساة أو حجم الغربة التي نعيشها الآن، نعم لكن على الأقل أستطيع أن أنفس بهذه الكلمات عن نفسي ولو قليلا. أحسنت. أحيانا يعني بعض الناس يطرحون موضوعات أو تساؤلات جدلية يا علي، من قبيل هناك شعراء مروا يعني على زماننا وفي أزمنة مختلفة، كتبوا عن الحب، كتبوا عن الحرب، كتبوا عن الأفراح، عن الأتراح، عن الهموم، عن الأحزان، كتبوا عن كل شيء. إذن لماذا تكتبون أنتم يا أهل هذا الزمان؟ لماذا لا تكتفون فقط يعني باستيراد والاستشهاد بأبيات من سبقكم من شعراء؟ ما الذي يمكن لكم أن تضيفوه على أمثال أولئك النفر من الناس وهم كثر أيضا؟ ماذا يمكن أن نرد، أو كيف يمكن أن نرد عليه؟ نعم، كما يقال لكل زمان دولة ورجال. ولكل طائر مشرب. نعم، في الحقيقة أستاذنا الزمان يختلف، الأيام تدور، لكن الحس الشعري يبقى كما هو، أو الشغف إذا صح التعبير، نعم، الشغف إلى الكتابة يبقى كما هو كذلك التعبير باختلاف يا علي، طبعا. التعبير ابن بيئته والمعبر ابن وجعه. هذا نعم، الشخص الذي يعبر عن حزن ما، هو لن يصف هذا الحزن ما لم يكن جزءا منه، ما لم يعشه، ما لم يمسس هذا الحزن أيامه، أحلامه، آماله، أبناءه، من حوله. لذلك من حقه أن يعبر، من حقنا أحيانا أن نعبر عن أحزاننا بلغة الشعر أو بأي لغة نريد. نعم، أعطينا قصيدة جديدة يا علي، تفضل. يا الله. القصيدة التالية
هي رسالة إلى فارس الكلمة، تفضل. إلى الشاعر ذاته طبعا، وهي من البحر الكامل. أقول: نكئت جراحك في القصيد كتابا، فسموت في أفق الجمال جنابا. نكئت جراحك في السطور فأنبتت في صدرها تلك الحروف سرابا. يا سلام. نكئت جراحك واستباحك معجم، وبلغت من حد الكمال نصابا. جاوزت آيات البديع بلاغة، وأدرت في كأس الزمان شرابا. ذابت لمقتلك السطور صبابة، فبكتك بالحرف الكليم غيابا. عد حيث تلقاك المعاني فارسا، يسمو بها في العالمين شهابا. يا سلام. واجعل يراعك في يديك مهندا، واصنع بدمعك للبيان حرابا. أوصل بذلك للأنام رسالة، أن الأصالة أن تجيد خطابا. وإذا سئلت عن القصيدة فانتدب صرخات جرحك كي تصوغ جوابا. وإذا سئلت عن القصيدة فانتدب صرخات جرحك كي تصوغ جوابا. ما أجمله من جواب هذا الذي يصاغ من صرخات الجرح، وما أصدق الجراح حينما تعبر يا علي. ابقى معنا على أي حال مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا، لا تذهبوا بعيداً. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا عبر الإنترنت الشاعر السوري الأستاذ علي أحمد الحسين. حيا الله أستاذ علي مجددا، مرحبا ومربحا بك. حياكم الله أستاذنا وبياكم. حقيقة نحن سعداء بقراءتك، بإنارتك، بإجاباتك، بإطلالتك الطيبة. وقبل أن نذهب إلى نقاش مختلف، أود أن أسمع قصيدة مختلفة. المنبر لك والساحة والكلمات، كل الكلمات، تفضل يا علي. أقول: ميلاد مجدك مرسوم على الكتب، ميلاد مجدك مرسوم على الكتب. يا خير سائرة في موكب الأدب، يا غصة الشوق، يا عشقا سرى بدمي، اروي بعطرك قلبا باء بالنصب. ولتزرعي في حنايا الروح من أمنية، أو فابصري في عيوني رعشة الهدب. صبي على كبد المشتاق بعض هوى، لولاه كان كما النيران في الحطب. هزي إليك بجذع الدهر واختبري حلاوة الصبر، إن الصبر كالرطب. ولتكتب الليل ألحانا معتقة بخمرة الوجد، واسقي منه قلب صبي، ليثمر الخافق المكلوم قافية تفجر الكون آيات من العجب. وتستحيل صفيحات الهوى شجرا يعطي الثمار ويحكي قصة العنب. على ثراك أرى روحي معلقة، يا سلام. وفي مداك أرى الأنوار فاقتربي. أخاف أن يحتويني الرمس مغتربا، أرثي بدمعي عمرا ضاع في الترب. فزمليني 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 بنفح منك أنسجه، كومضة الضوء ألوانا من الطرب. يا شام يا شام، أيان يوم الوصل يجمعنا، لننثر العطر ألحانا بدار أبي. يا شام، أيان يوم الوصل يجمعنا، لننثر العطر ألحانا بدار أبي. يا سلام، ما أجملها من أيام، عساها تعود بما هو أجمل منها يا أستاذ علي.
أما ذلك على الله بعزيز ولا عن تحقيق وعده ببعيد. إذا أردنا أن نتحدث الآن بشكل عام عن الوسط الشعري وعن الحالة التي تسيطر على المشهد الشعري بشكل عام، البداية فيما يتعلق بمواقع التواصل أستاذ علي وما أضافته للشعراء والمشهد الشعري بشكل عام، حدثنا عن أبرز الإيجابيات من وجهة نظرك الخاصة. نعم، بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أستاذنا الكريم، على صعيدي الشخصي سأتحدث عن نفسي. أنا أقول بدأت أو دخلت عالم الشعر، أو كان دخولي الفعلي إلى عالم الشعر في المرحلة الثانوية، وتحديدا في الصف الأول الثانوي، حيث بدأنا بدراسة بحور الشعر، نعم. وكانت البداية طبعا مع البحر البسيط. وأذكر أن القصيدة كانت الطبيعة الفاتنة لابن هانئ الأندلسي، التي يقول في مطلعها: ألؤلؤ دمع هذا الغيث أم نقط، ما كان أحسنه لو كان يلتقط. هنا كانت بداية الفعلية مع بحور الشعر. ثم أنشأت لنفسي حسابا على الفيسبوك، وتعرفت إلى الكثير من الشعراء، ومع الأيام طبعا ازدادت رغبتي في الكتابة، ازداد طبعا مخزوني الشعري. كبر الشغف. نعم، كبر الشغف. واسمح لي طبعا من منبركم الكريم هذا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى شاعرة رائعة حقيقة كان لها الدعم الشعري الأكبر لي. نعم. أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى الشاعرة الرائعة تالا الخطيب، يا سلام. التي كان لها الدعم الشعري الأكبر لي، وكانت كما نقول كان مصدر الإلهام الأكبر من كتاباتها طبعا. يا سلام، جميل جدا أن يكون هناك وفاء وتقدير متبادل ما بين الشعراء. للأسف في زمن تغول الأنانية والمصلحة الذاتية على حساب المجموعة وخدمة المشهد بكليته وعموميته. أستاذ علي، هذا فيما يتعلق بالجانب الشخصي الذي أضيف لك، لكن بصورة عامة وبشكل عام حينما تنظر إلى مواقع التواصل لابد أن هناك بعض الإيجابيات التي ترى أنها أضيفت أو تشكلت من خلال تعامل الشعراء. مواقع التواصل لابد أنها أضافت الكثير للأدب العربي لا سيما الشعر، كلمنا عن أبرز هذه الإيجابيات. نعم، نتحدث عن العمومية الآن لا عن التجربة الخصوصية التي تعنيك أنت. نعم، تفضل. بالنسبة بشكل عام، مواقع التواصل الاجتماعي قربت الشعراء من بعضهم، نعم إذا صح التعبير. صحيح. وأصبح الشعراء يتبادلون خبراتهم الشعرية، إذا صح التعبير. هذه أيضا سمة وإيجابية ومزية. وأصبح الكثير من الناس مثلا يضعون نصوصهم على منصة معينة أو على منبر معين بغرض النقد، مثلا بغرض كسب الخبرة من نعم، الشعراء لهم وزنهم في الساحة الشعرية. لمعرفة آراء أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والذواقين للأدب، وبالتالي تنعكس على الشعر والشاعرة بالكثير من النصح الذي يمكن أن يقوده إلى تقويم ذاته وتطوير تجربته الشعرية. نعم، هذا يحصل كثيرا. أسوأ ما يزعجك في مواقع التواصل خصوصا في الوسط الشعري بصراحة؟ لنتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي أستاذنا. على الجانب الآخر، من الجانب الذي ذكرته أنا قبل قليل، للأسف تحصل الكثير من المجاملات. ايه صحيح. أحيانا للأسف تكون على حسب جنس الشاعر، يعني هذا مثلا يحصل
ويشتكي منه كثيرون أيضا. نعم، مثلا يمتدحون القصيدة الأنثى، يمتدحون القصيدة الأنثى بشكل لا لا نريد يصدق. أن يظن الشاعرات أننا ضدهم من خلال هذا القول، لكن أكيد نحن في النهاية ننتمي أو ننحاز إلى القصيدة الجيدة أيا كان قائلها، سواء كان القائل رجلا أو امرأة. نحن هنا لا نتحدث عن جنس الكاتب، وإنما نتطلع إلى المنتج الجميل، المنتج الذي يضيف إلى العربية، يضيف إلينا كمتلقين بغض النظر عن جنس كاتبه. أنت متفق معي على هذا؟ نعم. طيب هل تتفق معي على فكرة أننا نريد قصيدة جديدة منك الآن؟ اسمح لي أستاذنا أن أختم بهذه القصيدة، تفضل. وهي رثاء لوالدي رحمه الله الذي توفاه الله قبل 3 سنوات من الآن. رحمة الله عليه وتعيش، تفضل. كلنا آذان مصغية إلى هذه القصيدة، تفضل يا أستاذ علي. أقول: عين من الحزن غطى جفنها الرمد، والساكب الدمع نارا ذاقها الولد. الروح في طرقات العمر هائمة، والقلب من طعنات الدهر يرتعد. إني كما البيت لو دكته عاصفة، يبلى إذا غاب عن جدرانه السند. فارقت فيك على صدر النوى جلدي، وصرت أبحث عن نور فلا أجد. يا سلام يا سلام، أعد أعد من البداية لو سمحت يا علي، أعد. عين من الحزن غطى جفنها الرمد، والساكب الدمع نارا ذاقها الولد. الروح في طرقات العمر هائمة، والقلب من طعنات الدهر يرتعد. إني كما البيت لو دكته عاصفة، يبلى إذا غاب عن جدرانه السند. فرقت فيك على صدر النوى جلدي، وصرت أبحث عن نور فلا أجد. على دثار الردى ترتاح حين أنا، على صراط عذاب ساقني الكمد. أحيا على الموت تلو الموت تنهشني، نيوب قهر فلا ثلج ولا برد. ولا حروف أداوي جرح أزمنتي بها، ولا نهر ينساب منه غد. متى اللقاء؟ متى اللقاء في جنان الله يا سندي؟ علي بلثم جبين منك أبترد. متى اللقاء في جنان الله يا سندي؟ علي بلثم جبين منك أبترد. يا سلام، طوبى لوالدك والبشرى لك بهذا الوفاء وهذه الطاعة وهذا النص الممتلئ جمالا على ما فيه من حزن غلب على ملامحك وظهر ولم يختفي. كلمنا قليلا عن هذا الشوق للأب الراحل، وإن كان هذا السؤال يفتح عليك من الجروح ما يفتح. في الحقيقة أستاذنا، كنت أنا أنظر إلى والدي أنا آسف للتعبير، لكن كنت أنظر إلى والدي على أنه صديق. يا سلام. نعم، دائما كنت أذهب معه أينما ذهب، كنت أذهب معه أرافقه أينما ذهب. يا سلام، جميل هذا الوفاء يا علي. وكبر هذا الوفاء، أقصد العلاقة، كبرت هذه العلاقة خاصة في السنوات الأخيرة، فصرت ألازمه دائما، أذهب معه أحيانا لأجل ترجمة، لأجل أيا كان، المهم أن أكون معه، لا أستطيع أن أبتعد عنه. نسأل الله له الرحمة ولك طول العمر، وأن تكون على أتم ما تحب يا علي. إلى السؤال ما قبل الأخير، وأريد إجابة تمثلك وتسجل عليك كذلك. القصيدة موقف،
والقصيدة قضية، والشاعر أستاذ المواقف وقبطان القضايا، يتقدم الصفوف وعليه أن يكون قدوة لأبناء جيله. كلمنا عن فكرة المبدأ والقضية والموقف، هذه القيم الرجولية العالية التي ينبغي على كل شاعر وشاعرة أن يتقيد بها. نعم تفضل. لا شك أستاذنا أن الشاعر أو أن على الشاعر أن يكون صاحب قضية، سواء كانت حتى إذا كانت قضية شعرية، يعني حتى إذا كانت مثلا عتابا منه من الشاعر إلى الشعر ذاته. نعم. على الشاعر أن يكون صاحب قضية وطنية، نعم. فلا ينسى وطنه في شيء من كتاباته مطلقا. يا سلام. على الشاعر أن يضع وطنه نصب عينيه عندما يكتب. أحسنت أحسنت يا علي. قبل سؤالي الأخير سأقرأ عليك نصاً من نصوصي، وأريد نعم. منك أن تتوقف عند بيت ما أو عند تساؤل ما أو عند فكرة ما تناقشني أنت فيها. نعكس اللعبة، أنت من سيلعب دور المقدمة الآن وأنا من سيقدم النص الشعري. حاول أن تركز معي حتى تستنبط صورة أو سؤالا أو فكرة، أو لك أن تطرح ما تحب. أقول في الأبيات: تعود أن تنام على بكائك ولا تجرح بقية كبريائك، تعود أن تظل سماء عز تقيم الليل في محراب دائك، تروضه بحزن عبقري وتهزمه بفيض من غنائك، وإن نادى الثرى أقرئه حبا تشهدك القصيدة من دمائك، هنا سبب لفقدك فاغتنمها قوافي الدمع في مقهى عزائك، تنفسك الرحيل ومت خنقا ولم يمنحك بعضا من هوائك، تنام على الحصير بلا غطاء ويتكئ اللصوص على الأرائك، وأمك فوق قبرك دون صوت تحاذر أن تجاهر في رثائك، فآه من فداحة ما نلاقي بأرض حلمها الوردي شائك، صريحا يقتل العشاق فيها فهيا يخلع بلادك من حذائك. تخيل يا رعاك الله أنثى تموت ولا تفكر باقتنائك، يعاندها المصير وأنت فيها مصر أن تصر على بقائك، وكنت تماطل الأوجاع كي لا تفارقك التي اعتصمت بلائك، بلادك وقتما خذلتك جهرا وجدت الشام تسبح في ضيائك. تفضل يا علي، ولك أن تعقب أو أن تسأل أو أن تضيف. بصراحة أستاذنا لم تترك لنا مجالا للتعقيب أمام هذا الجمال، أمام هذا البهاء الشعري. أسعدك الله. إذا وصلنا إلى السؤال الأخير الآن، أو هو ليس سؤال بقدر ما هو رسالة مفتوحة إلى وطن تحبه، ماذا عساك تقول؟ بصراحة الغربة، بصراحة الغربة، إحساس الغربة خنقني فلم أعد أستطيع أن أتكلم، يا الله. لكن أقول للوطن إن شاء الله اللقاء قريب يا سلام. يا شام يا أمي، إن شاء الله اللقاء قريب مهما طال الزمن. مهما طال الزمن فإن لقاء الأحبة في الوطن الذي يتسع لهم جميعا لابد آت آت، ولا تنازل عنه يا علي، أكيد لا تنازل ولا تفريط بهذا الحق، فإن لم نستطع أن نظفر به نحن فحتما سينتزعه أبناؤنا، لأنه حقهم ولا يتخلى أي منا عن وطنه الذي ينتمي إليه.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يا علي، ماذا تحب أن تقول في الختام؟ أحب أن أشكركم أستاذنا مرة أخرى على هذه الاستضافة الكريمة، بل الشكر لك. وأرجو أن يفرج الله عن أمتنا الإسلامية اللهم جمعاء، آمين. أن يفرج عن قدسنا، أن يفرج عن شامنا، أن يفرج عن عراقنا الحبيب، اللهم آمين. أن يفرج عن كل هذه البلاد المكلومة، بإذن الله. أن يعيد كل مغترب إلى وطنه سالما غانما. إن شاء الله. شكرا لك الشاعر السوري الجميل علي أحمد الحسين، نورتنا في هذه الحلقة من بيت القصيدة. أعزائنا المشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقائي بكم. أنا مصطفى مطر، أحييكم دائما، كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.